القضاء. نعم. محمد صباح الخير. محمد صباح الخير زميلي فخر، صباح الخير زملائي الأعزاء في استوديو برنامج يوم جديد. بفضل الله تمكنا من الخروج من مواقعنا. نعم. وبهمة نشامى القوات المسلحة وقيادة المنطقة العسكرية الشمالية ولواء طلال، حيث بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها من خلال فتح الطرق أولا بأول الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى محافظة عجلون باتجاه محافظتي جرش وإربد. وكما علمت أن البلديات باشرت كذلك بلديات عجلون الكبرى والجنيد بفتح الطرق الداخلية، كذلك هناك جهود جبارة لمديرية الأمن العام ممثلة بمديرية شرطة محافظة عجلون وكذلك المديرية العامة للدفاع المدني، حيث تقوم بتفقد أحوال المواطنين وتقديم المساعدة خاصة للمحاصرين ومنع السير إن تطلب الأمر كذلك. والآن نشاهد بعد لحظات شاهدنا آليات القوات المسلحة، وبعد أن تمكنا من ربط المباشر مع برنامج يوم جديد نأمل أن تتم هناك لقطات مباشرة لحركة مجنزرات القوات المسلحة. فيما يتعلق بتساقط الثلوج في الواقع، محافظة عجلون شهدت منذ ظهر أمس تساقط للثلوج، وفي الليل كان هناك حالة انجماد. الآن نشاهد آليات القوات المسلحة وهي تعمل على تكسير الجليد في بعض الطرقات، وتحديدا نحن الآن موجودون في منطقة القاعدة، وهي معروفة للجميع أن منطقة القاعدة هي ذو انحدار شديد وتشهد برودة شديدة دائما، حيث الضباب الكثيف والجليد عندما يكون هناك تدني في درجات الحرارة. يعني هذه آليات القوات المسلحة تعمل منذ ساعات الصباح، تحديدا من الساعة 7 صباحا بدأت بالسير على الطرقات الرئيسية لتكسير الجليد، ثم بعد أن ساعدت الشمس كذلك في ذوبان الجليد أولا بأول، والآن بدأت حركة السير كما ترون طبيعية في منطقة في محافظة عجلون وعلى الطرقات الرئيسية، ونحن الآن تحديدا على طريق جرش عجلون مرتفعات القاعدة، والكاميرا الآن تأخذ لقطات لنشامى القوات المسلحة ومجنزرات وآليات القوات المسلحة التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الشمالية ولواء طلال. زملائي الأعزاء في الاستوديو إذا سمحتونا نأخذ برضو لقطات لمناظر جميلة، قلعة عجلون تكسوها الثلوج وكذلك الجبال الجميلة جبال عجلون التي اكتست اللون الأبيض وامتزج لون الأشجار الحرجية الخضراء بجمال عجلون وبجمال الثلوج. مد المناظر جميلة. واسمحوا لي أن يعني لابد من الإشارة إلى الجهود الجبارة التي قامت بها محافظة عجلون برئاسة محافظ عجلون الدكتور فلاح سويلميين رئيس غرفة العمليات الرئيسية، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية سواء البلديات عجلون الكبرى والجنيد ومديرية الأشغال العامة والدفاع المدني والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية، وكذلك القوات المسلحة بالتأكيد هي تشرف على كافة المناطق الشمالية من المملكة، بالإضافة إلى أن هناك جهود للجمعيات الخيرية حيث تقدم المساعدات بالتنسيق مع التنمية الاجتماعية لعدد من المواطنين المحتاجين في هذه الظروف. المواد التموينية حقيقة لم نلحظ أي حالة حاجة لأي مواطن للمواد التموينية، حيث كان هناك مخزون يكفي منذ الإعلان عن الحالة الجوية السائدة في المملكة. طبعا لا بد أن يكون هناك اليوم زوار وسياح للزائر الأبيض، حيث تشير الدلائل الأولية لأن هناك ستكون الشمس هذا اليوم
تضيء الجمال عجلون وتزداد أكثر بهذه الألوان الجميلة. محافظة عجلون عن واقع السير الحياة. أشكر زملائي فادي الشوفي وعبد الله قطيشات وحازم العدوان. شكرا جزيلا لكم جميعا، فريق عمل متكامل وأكيد على قهوة الاستعداد دائما لنقل الصورة والصوت من هناك وأحوال المواطنين في عجلون الحبيبة. وإحنا بنرجع